إذا كنتوا شاطرين بالمدرسة وبينعكس هالشي على جامعتكم أو على حياتكم العملية. فاطمة حسين صباح الخير، إيه كنت شاطرة وبأعلى المراتب وأكيد هيدا الشي بينعكس على المستقبل والشغل والمكان الاجتماعي، بتمنى هالمراتب والشهادات تقدر تأمن عمل محترم معك. حق يا فاطمة. رورو ريتا صباح الجمال والأناقة وبسمتك المشرقة، ثانك يو يلي بتعكس على حياتنا تفاؤل وخير، إيه كنت شاطرة بالمدرسة وشقية، كنت ما بينعكس على الحياة العملية إلا إذا كنت عم تشتغل بمطرح المزبوط. معك حق يا ريتا. الأمين للبشر، نهاركم مبارك. أنا أمل من ليبيا. صحيح ما كنت شاطرة بالمدرسة بس احترامي كان فوق شطارتي وكان ينجحني. أمانة سلمولي على حبيبتي رولا وصل أكيد. كرم كرام جوزيف، خلص النهار من وين طلعت لنا الأبراج؟ لا هيدا زودياك كان مش أبراج يا كرم. رشا صالح، بهالبلد شاطر أو كسلان ما بتفرق لأنه بالنهاية الوسطة هي اللي بتلعب. لميس مار صباح الخير جوزيف. أنا نادية من ليبيا وبحبكم كتير وبتابعكم باستمرار. ثانك يو يا لميس. نحن وياكم بدي أعتذر من بقية العالم يلي بعتوا كومنتس بغير نهار بنقرأ. رح نروح نحن وياكم على صلاة السينما اللبنانية لنشوف شو في عنا من أفلام مع غيدة فينا نشوفها. ضمن أفلام الأسبوع فيلم الساينس فيكشن لوغن عن شخص بيهتم ببروفيسور تعبان ومخبى على الحدود المكسيكية، ولكن محاولاته بالهروب من العالم ومن تاريخه بينتهوا فور وصول غير متوقع مع هيو جاكمان وباتريك ستيوارت. Logan, you still have time. Maybe for you there's a tomorrow. Maybe there's 1,000 or 10. وفيلم الميستري Before I Fall. يوم 12 شباط هو كان يوم عادي بحياة سام الصبية السعيدة، لغاية ما يتبين انه هو اخر يوم بحياتها، وبتصير تعيشه لمدة اسبوع بشكل كتير غامض وبتناضل لتكشف الامور اللي عم تصير حول موتها مع زوي دوتش، لوغان ميلر وجينيفر بيلز. If I was going to relive the same day over and over, I want it to be a day that would make a difference. Welcome to Snow Mountain, where sheep live in harmony. وفيلم الانيميشن Rock Dog عن ماستيف بيوقع راديو على راسه من السماء وبيترك بيته ليصير موسيقي، وبيصير عنده أحداث غير متوقعة بأصوات لوك ويلسون، جي كي سيمونز ومات ديلن. Rock Dog. If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy, if it was between me and your father, who would you take? My daddy. I don't think you're wrong about that. والفيلم الدرامي المرشح لجوائز الأوسكار Manchester by the Sea عن رجل يطلب منه الاهتمام بقريبه المراهق بعد ما توفي والده مع كيسي أفلك وبن أوبراين، والكتابة والإخراج لكينيث لونرجن. My heart was broken and I know yours is broken too. No, you don't understand. There's nothing there. It's not true. Equilateral, trapezoid, isosceles. وفيلم البيوغرافي المرشح لجوائز أوسكار Hidden Figures عن فريق من السيدات الأفريكان أمريكانز اللي بيشتغلوا بمجال الرياضيات وبيلعبوا دور أساسي بالناسا خلال أولى سنوات برامج الفضاء مع أوكتافيا سبنسر، تراجي بي هانسن وكيفن كوستنر. Everything we do can matter to their wives, to their children. I believe it's going to matter to the whole damn country. My gals are ready. We can do the work. Don't you know that we're able? Choose life. Choose Facebook, Twitter, Instagram and hope that someone somewhere cares. والفيلم الدرامي تيتو ترين سبوتينج. بعد 20 سنة على غيابه بيرجع مارك على اسكتلندا وبيجتمع مع أصدقائه القدامى مع أوين ماكغريغور ولوغان جيلس، والإخراج لداني بويل. Choose life. Victor. هيا. وفيلم الانيميشن باليرينا عن بنت يتيمة بتحلم انه تصير باليرينا وبتروح على باريس وبتوصل على الجراند اوبرا هاوس باصوات ال فانينج ودين ديهان وغيره. We should never give up on our dreams. You're ready. شكرا لك غيدة. طبعا انا بدي اقول الاشخاص يلي بيعنفوا او بيغلطوا بحق اي حدا تاني، المشكله ما بتكون
باللي عم بيغلطوا معي معه مشكلة بتكون فيهم إلهم بس بقى هيدا عرفوه دايما وآخر شيء ما بيصح إلا الصحيح. طبعا شيف بدي أقول لك مرحبا بآخر محطة معك رح بتكون يوم 12:30 لأنه بنختم عالم الصباح بس دايما أنا عندي حيرة وبحب كتير الفتة الشامية والفتة العربية بامتياز اللي بيحطوا لها دايما لللبن طحينة بس دايما عندي سؤال هل كمية اللبن اللي هي 2 كيلو صوت اللبن بدنا نحكي 2 كيلو قد دايما نحط له كمية طحينة جوزيف عندنا 2 كيلو لبن بنحط له نص كوب من الطحينة نص كوب مع حامض ولا بلا حامض اكيد هلا انا عامل فتة ما رح احط لها حامض نعم بس اذا عم نعمل اشياء تانية بدها حامض اكيد فينا نحط لها حامض بس اليوم الفتة نحن رايحين على الفتة باللحمه فمدخل معها خبز ومدخل معها من الرز ما رح كون حط لها حامض رح احط لها جوزيف محل الحامض دبس الرمان شو اللحمه اللي بدك تستعملها فيليه ولا فوفيليه اكيد لحمه فيليه مشان يكون طريه صحيح. هلا رح نتابع معك تفاصيل تحضير هالطبق والطبق الثاني وصار الكيك فريز جاهز ومزين كمان محطوط قدامك ورشه ملح انا بنضم بعد شوي لعند الشيف صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا اليوم ثلاث وصفات كيك الفريز عندي بامية مع العدس يخنة البامية مع العدس طبق كتير طيب وشهي وفي عندي كمان الفتة باللحمة طيب قبل ما نروح على الفتة باللحمة قبل ما نبلش الأطباق خلينا ننهي قالب الكيك أنا وياكم بعد ما خبزناه وكنا حاطين له الفريز على وجهه هلأ في عندي مثل ما عم نشوف شوكولا بيضة على حليب أنا حاطت معها شوي من مواد دهنية وهلأ بحطها بهالشكل على هالقالب إذا بدك جوزيف شوف شو بعد شو عم بيصير عندنا هون دغري نحن هون بعد ما خلصنا أوكي هيدا القالب صار هلا جاهز طيب نجي شوف شو صار في عندي على النار هاي المقادير كمان عم تمر قدامنا على الشاشه اوكي عندي على النار في عندي طنجرتين طنجره في بقلبها بصل مفروم جوانح مع عدس زيت زيتون حطينا رشه كمون صغيره كزبره يابسه بيعطوا نكهة كتير طيبة ونكهة مميزة حطيت مي أو مرقة دجاج أو مرقة لحمة لحتى استوى العدس بده حوالي 30 دقيقة بيستوي العدس بعد ما استوى العدس طحنتهم لكن بصل عدس زيت زيتون أو زبدة طحنت العدسات حطيت بندورة مطحونة وفلفل أسود رشة ملح وهلأ بدنا نجي لنضيف لها من رب البندورة كمان وعندي البامية هيدي البامية أنا مقليها كمان ونطرتنا لحتى نضيفها بقلب هاليخنة هون شو في عندي غير بامية مثل ما عم نشوف خليني فرجيكم على الكاميرا في عندي كمان من البطاطا عندي بطاطا عم بسلقها بقلبهم وهلأ رح ضيف الباميات هيدي بامية مقلية ضفناها للطنجرة بخليهم يغلوا مع بعض وبقدم هيدا الطبق مع رز بشعيريه طبق كتير شهي وطبق كتير طيب لشو اللحمه على النار اللحمه نحن عاملين فتة لحمه عندي لحمه مع بصل مفروم ناعم على النار اوكي بخليهم بعد شوي ياخذوا شويه لون عندي بهيدا الجاط خبز محمص رح اجيب اللبن هول اللبن قدامي رح حط مع اللبن شوي من الزعتر الزعتر اللي بنقيش اللي بنعرفه كمان بيعطي نكهة كتير طيبة رح حط شوية زعتر مع اللبن ورح اجيب كمان شوي من الطحينة مثل ما خبرتكم بحط معها شوية طحينة اوكي ضفنا الطحينة لقلها طفي النار على البصل واللحمة منجيب شريط الخفق رح حط معه كمان بدي افرم توم وضيف لها
من توم، بيعطي توم نكهة كتير طيبة مع اللبن والطحينة والزعتر. رح حط بعد معهم من دبس الرمان لناخذ النكهة الطيبة. اوكي حطيت توم، نعناع يابس، رشة ملح كمان ودبس الرمان. بنحركهم مع بعض. بهالوقت شو في عندي بالطنجرة كمان؟ في عندي طنجرة تانية. شو فيها؟ فيها الطنجرة التانية مشاهدينا عندي رز إيطالي مسلوق. لكن رز إيطالي مسلوق كمان جاهز عنا، وعنا الخبزات جاهزين، وعنا اللحمة جاهزة. بس هيدي اللحمة أنا ما دغري قليتها قبل ما قلي اللحمة، كنت سلقت اللحمة، حطيت طنجرة على النار مع لحمة لطلعت الزفرة على الوجه، شلت الزفرة وضفت لها ورق غار وعود قرفة. اوكي اذا بدي بحط كمان بعد رشة ملح صغيرة. طيب رح جيب قلاية، حط قلاية على النار مع كمان مواد دهنية. لكن صارت جاهزة اللحمة، الزيت جاهزين. هلا بدنا نقلي، فينا نقلي سنوبر، فينا نقلي من اللوز، فينا نقلي هاي نوع من انواع القلوبات، ما عندي مشكلة. لكن رح قلي انا لوز. اوكي خلينا نشوف اليخنة شو صار فيها. ريحة كتير شهية لليخنة، طبق كتير شهي وكتير طيب. وهلأ برجع كمان بخبركن كيف حضرنا هاليخنة من بداية الحلقة. يخنة مميزة. اوكي خلينا نجي ناخد الرزات. هول الرزات عنا. اوكي طيب بحط كمان بعد شوية خبز. لكن مشاهدينا فيني حط كمان مع بالقلاية قدامي اللي حاطط فيها لوز، فيني حط لها كمان رشة صغيرة من السماء، بتعطي نكهة كتير طيبة. إذا حطيت سماء، حطيت زعتر بالقلاية، إذا كنت عم بقلي كاجو أو عم بقلي سنوبر أو عم بقلي لوز وضفتهم على الوجه كمان بيعطوا نكهة كتير طيبة. ونحن عملناها بهيدي الطريقة اللي عم خبركم عنها قبل هيك. عنا العديد من الطرق، إذا عم نعمل فتة دجاج نفس الخبرية، أو الفتة باذنجان. فتة باذنجان بنقطع الباذنجان مربعات صغيرة ومنقلي الباذنجان كمان ومنضيفهم ومنحط معهم، فيكم تحطوا شوي من الحمص، ما عندي أي مشكلة. طيب حطينا خبز، هلا بدي أحط رز. اوكي بحط رز، فيني حط كمان استبدل الرز بحمص. الناس اللي ما بيحبوا الرز فيكم تحطوا محل الرز كمان حمص، ولكن عندنا العديد من الوصفات نقدر نحضرها. فيني حط كمان من الرز الاسمر. اوكي هون جوزيف شيف كيف تعرف انا عندي فكره ليش ما حطينا الفراز بقلبه والكريم كمان بقلبه؟ كان فينا نحن نقصه اثنين ونقدر نحط الفريز وكريم. هلا هيك شكله بجهي طبعا من ورا زينته هيك، بس انه بقلبه كمان بصير اللي بحبه اكثر جوسي، بصير جوسي اكثر. لا هلا هيدا بده ينشف، بده ينشف. بس هيدي الكريم شو هي؟ هي شوكولا؟ شوكولا شوكولا صح. حليب حليب 100%. اوكي انا هون جوزيف شوكولا اولي. هلا هون انتبه رح يستووا حمروا كلهم، بدك اياهم حمر كثير. يلا خلص بزياده. هولي فوق الفتة بدي نحط فوق الفتة. فيني كمان حط هيدا الخبز فوق الرزات.
فتي مع رز. بتعرف انا اول مره محل الحمص يعني حط عملت رز صح ايه مش غلط اوكي. فاذا اللبن بتعد لي اياه بس بالضبط كيف عملته زعتر جزر. مع 2 كيلو لبن حطينا 2 كيلو لبن مكوب من الطحينه حطيت زعتر طلع من ايش وحطيت ثوم وحطيت نعناع يابس. ثوم باودر ولا مدقوق؟ ثوم ناعم ثوم مدقوق مدقوق 100% مدقوق. وشو كمان ودبس رمان دبس الرمان محل الحامض يعني حاط انت اوكي نعم اوكي ورشه ملح ونعناع يابس مثل ما قلت هول بدنا نحطهم فوق ما هيك هول راح نحطهم على الوجه بعد ما احط اللحمه بدك تحط اللحمه شو هيدا يا شيف بعد جزيف راح نضيف اللحمه هيدي اللحمه ايس معك لحمه هاي لحمه وبصل بس لحمه وبصل وبهارات ما حطيت لها بهارات كمان ليه بس لحمه وبصل فيني احط لها بهار اسود في بهار اسود ايه مش انه بهار حلو مع قرفه لك هون جوزيف بهيدي فيني احط رشه سماء مع بحطهم مع الصوص ايه حطهم مع بس رشه سماء مع شو عم تحكي مع سمسم اوكي اوكي طبق شهي جدا هيدا شاف الرز مسلوق ايه رز مسلوق اكيد بالكعب بس خبز محمص او ما كيف نحبه اذا مقلي او محمص بيتاكل دغري لانه قبل ما يتشتش هلا فينا كمان جوزيف نجيب انواع كمان بسكوي نستغني عنه نحط محل الخبز بسكوي مالح مالح طبعا ايه يعني اللي هو مثل البتون صليه بس بيجي بسكوي مربى صح هلا بدنا نسكب في عنا الرز كمان ومعه البامية رز مع شعيرية رز مع شعيرية نحن ما حضرناه اوكي قول زي معروف الرز مع شعيرية اوكي مهم الطبق هلا الطبق البامية بصوص روج عملتها صح ليك هون شو عملنا جبت جوزيف اول شيء زبدة اوكي قليت البصل بالزبدة جبت جيت حطيت العدس الاصفر بعد ما قليت شوي العدس الاصفر مع البصل خلطتهم مع بعض جبت مي او مرقة دجاج او مرقة لحمة مع اللي بيتواجد عندي حطيت مي وبعد نص ساعه لحتى استوى العدس طحنتهم بعد ما طحنتهم جوزيف حطيت من في بطاطا داخله ايه دخل حطينا رشه كمون صغيره أوكي. ورشه كزبره يابسه أوكي. حطيت بطاطا حطيت بندوره مطحونه ورب البندوره اخر شيء وضفت الباميه بنكون نحن مقليينا شوي ومنضيفها فوق الخليط او طيب عندي سؤال يعني بالنسبه انت عم تحكي هون رشه كزبره عن جد رشه ولا انه انا هيدي بقى انا هول القصص اكيد يعني. اكيد رشه او معلقه صغيره رشه صغيرة او معلقه صغيره يعني. اوكي بس لنوضح هون عم بحط كمان على الوجه هيدا الطبق بقدمه مع رز بشعيري هيدا كمان اكل صيام يعني هيدا بزيت زي ما في لحمه ايه. نعم طبق كتير طيب بس طبعا فيك تحط زيت زيتون محل الزبده هيدا داخل له زبده نعم هون نجي للكيك هيدا الكيك حطيت انا بعجان الكهربائيه بيض وحطينا فريز دخل له فريز هيدا فريز مزبوط فريش مزبوط حطينا بيض وفريز نعم. وهيدا اللون الاحمر انا مدخل له صبغه حمراء اوكي وحطيت فانيل وبتفوش على الوجه صفا الحمراء ما فيش بتحسب من فوق انا بعد ما حطيناها بالفرن اوكي هاللون اوكي اوكي خلطتهم مع بعض مع السكر البودره مع الطحين مع الزبده البيكنج باودر نعم. والفانيل كلهم خلطتهم مع بعض حطيتهم بقالب القالب حطيت له دهنته بالطحينه ورشه طحين على بقلبه لحتى ما يلزق سكبتهم وفوتهم على الفرن على درجه حراره 180 هيدي اللي عم نشوفه الابيض على الوجه شوكولا البيضاء الحليب بان ماري معمول ملتا ببان ماري مي على النار وحطيت فوق المي طنجره ثانيه مع شوي من الزبده او فيكم تحطوا زيت نباتي ذوبناهم مع بعض وحطيتهم على الوجه وزينته بفريز انا هيك جوزيف بدي ودعك ودع كل المشاهدين قل لهم الف صحتين وان شاء الله يكونوا نالوا اعجابهم وبشوفهم بكره الساعه 10 تعال شوف شوي ما خبرتني بس قبل ما نخلص انت كنت شاطر بالمدرسه انا كنت كثير شاطر بالمدرسه وبالجامعه وشاطر بكل شيء يا شيخ حتى بالطبخ شاطر بالطبخ احنا وياكم بتشكر كل يلي رافقونا من غايه الساعه 10 لهلا 12 ونص رح نختم على منصه صباح اليوم استثنائيا نقل وقائع المحكمه الدوليه بودعكم بكره بنلتقي فيكم بعالم صباح جديد 10 بتوقيت بيروت وانا بشوفكم يوم السبت الى اللقاء
the legend of the phoenix huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.